ينضم إلينا علي رباح، الصحفي بالتلفزيون العربي. أهلا بك علي. هذا السرد الذي تابعناه، ماذا يقول عن شكل قواعد الاشتباك التي أسس لها الحزب مع إسرائيل؟ رولا، من الواضح أن كل يوم هناك قواعد اشتباك جديدة، وإن كانت كل هذه القواعد هي حتى هذه اللحظة تبقى تحت سقف الحرب، ولكن بطبيعة الحال منذ 8 أكتوبر تشرين الأول الماضي، لحظة بدء التوترات على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حتى هذا اليوم شهدنا الكثير من المتغيرات المدنية بدءا من أول يوم. بطبيعة الحال إذا عدنا إلى أول يوم، حتى وليس فقط في الميدان إنما أيضا في الأدوات، السلاح الذي كان يستخدمه حزب الله في اليوم الأول ليس كما هو السلاح الذي يستخدمه اليوم. في اليوم الأول كنا نتحدث عن قذائف مدفعية عادية، هي خفيفة مقارنة بالأسلحة التي تستخدم اليوم. اليوم كنا نتحدث عن أكثر من 100 صاروخ على سبيل المثال أطلقت باتجاه الجولان وحتى الجليل الأعلى والغربي. هذه الصواريخ هي صواريخ كاتيوشا، قصفت المواقع وعلى عمق، طبعا نتحدث في الجولان. وبذلك أيضا كان هناك متغيرات على صعيد الصواريخ، على سبيل المثال تم استخدام صواريخ البركان أيضا بعد أحداث معينة، إن كان بقصف الجنوب اللبناني وليس فقط على الشريط الحدودي. مع الوقت كانت إسرائيل تستهدف الخط ليس فقط الأمامي إنما أيضا الخط الخلفي، وكانت تستهدف المدنيين. صواريخ البركان على سبيل المثال يمكن أن تحمل رؤوسا من المتفجرات تصل إلى أكثر من طن من المتفجرات، إضافة إلى صواريخ مثل فلق 1 وفلق 2 وأيضا أنواع أخرى من الصواريخ. الأحداث الرئيسية التي طبعت طيلة هذه الشهور والتي غيرت إنجاز التعبير من مسار الميدان هي أولا باستشهاد أو اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي أو المكتب السياسي في حركة حماس صالح العروري. بعد هذا الاغتيال الذي تم في ضاحية بيروت الجنوبية، تم استهداف للمرة الأولى قاعدة ميرون بعشرات الصواريخ. أيضا هناك حادثة أساسية في 26 فبراير، كان هناك إسقاط لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرمس 900. بعد هذا الإسقاط أو بعد هذا الحدث قامت إسرائيل للمرة الأولى بقصف قلب لبنان أو في عمق لبنان تحديدا قضاء بعلبك. بعدها قام حزب الله باستهداف الجولان أيضا لأول مرة. أيضا مع الاغتيالات التي كانت طاولت عدد من القياديين في حزب الله، نذكر منهم وسام الطويل، وأيضا في الشهر الماضي أو في الشهرين الماضيين أبو طالب وأبو نعمي، كان حزب الله يوسع من عملياته. وصلت بعض العمليات إلى غرب طبرية، هنا نتحدث عن عمق 30 كيلومترا تقريبا، أيضا إلى حدود شمالي عكا على عمق 20 كيلومتر. هذا التغير في قواعد الاشتباك هل يعطينا صورة عن إلى أين يمكن أن تصل في حال طالت الحرب أكثر من ذلك؟ ربما حزب الله هو الذي أعطى هذه الصورة عبر الفيديوهات التي نشرها، إن كان بهدهد 1 و2 و3، هو صور كل الشمال تقريبا، شمال إسرائيل، صور المواقع الحيوية مثل حيفا، ميناء حيفا وأيضا في الجولان، وإضافة إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية على عمق 50 كيلومتر. وبالتالي هو يتحدث هنا عن الأهداف، عن بنك أهدافه في حال تطورت الأوضاع ميدانيا أكثر مع الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك استتبع هذا الفيديو بطبيعة الحال بمنشأة عماد 4، وهي التي أظهرت منصات من الصواريخ الضخمة الدقيقة، ربما متوسطة المدى أو بعيدة المدى، هذا ما لم يكشفه حزب الله. وأيضا دعينا نشير هنا إلى أنه في الخطاب الأخير لحسن نصر الله كان تحدث أيضا عن أهداف جديدة في شمال